سوف يأتي في الغد أو بعده، فالغد في علم ربي ليس خاف. بدي أخبركم، شفت رؤيا بعشرين تشرين الثاني 2008 ساعة 1:06 نص الليل. كانت حرب حقيقية ضد الشيطان. كنت عم صلي قبل نص الليل بحضرة الرب، بعدين رحت تنام نص الليل عند الساعة 12. ساعة 1:06 نص الليل شفت رؤيا، شفت حالي موجود نفس المحل ما كنت عم صلي قبل ما اروح نام. كنت تعبان في حوالة نام على السجادة. فجأة شفت شيطان نزل على البالكون عندي مغير شكله متنكر شبه ملاك نور ولابس ثياب بيضة. بـ2 كورنثوس الساعة 11-14، والعجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. كان شعره طويل ونزلوا معه، بس اجى على البلكون وقف وراح لورا على عتبة البلكون وبرم ظهره وجمد لي جسمي، ما كان فيني اتحرك. صرخت للرب وحررني، رحت دغري صوب البلكون، بلشت انتهره باسم يسوع، باسم يسوع. نفس الوقت فتحت باب البلكون، بس كان بدو يبرم حتى اشوف وجهه. مرتي وعدتني، قالت لي بكفي تصرخ، راح توعي الولاد. عرفت انه كان الحرب حقيقي، كنت عم صارع روحيا. وهيدا الحرب ما كان اول مرة، كانت ثالث مرة نفس الحرب الروحية. حربت مرتين اول ايماني وجها لوجه، وعرفت ليش الرب كان عم يدربني هالايام. الروح القدس تكلم معي وقال لي لازم بس صلي من عشية، ما دور الكمبيوتر، بس ابقى بحضور الرب. اطعت صوت روح القدس وبس صليت وبيت عند اجرين يسوع، كما مريم اختارت النصيب التي لن ينزع منها ابدا. في أول بطرس إصحاح 5:8، اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. الرب كان حابب يفرجيني الحرب الروحية لثالث مرة، وكان هدفه حتى أكون حاضر حتى صارع ضد أجناد الشر الروحية في السماويات مع ظلمة هذا الدهر. بأفسس إصحاح 6:12، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع رؤساء، مع سلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وإذا بنبقى عند إجرين يسوع، يسوع يعطينا وإله السلام سيسحق الشيطان سريعا تحت أرجلكم. برؤيا يوحنا صاح 12:10-11، وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء، الآن صار خلاصا إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. والرسالة الثانية من الرؤية اللي شفتها أو النبوة، رب على لي إياها قبل ما أعمل أول فيديو، كانت الحرب اللي عم بخوضها ضد الشيطان. والشيطان كان تالت حرب، والشيطان كان قريب من الباب البلكون، يعني الحرب العالمية الثانية كتير قريب على أبوابنا. المرتين الأول
اللي خطوا الحرب ضد الشيطان كان وجه لوجه كثير قريب مني، يعني كانت الحرب العالمية الأولى والثانية اللي مرقوا، آخر حرب كان برات الباب كثير قريب. مشان هيك رب فرجاني إنه الحرب العالمية الثالثة قريبة على الأبواب، بس مش لازم نخاف، لازم نبقى حد جيران يسوع. أنا عشت هيدا بلبنان، كنت عم بشر والأزيف كانت توقع حدي بس ما تقرب علي. بقول بمزامير إصحاح 91 عدد 7: يسكت عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب. فإذا بنبقى مع يسوع نحن بأمان، حتى لو تكون في حرب عالمية ثالثة، لكن مع يسوع ما في شيء بيقرب صوبنا. إن كان الله معنا فمن علينا؟ يا خيي تعا للمسيح، ارمي كل خطاياك عليه والسهوات من يشعر بها والخطايا خطايا المستترة بدقني يا الله. فتعا للمسيح، خليك عند جريه حتى يعطيك بركات، يعطيك علانات ورؤى. إن في أيام الأخيرة أسكب روحي على كل بشر، مشان هيك الرب رح يسكب روحه عليك إذا بتقرب عليه. اسمع صوت روح القدس ورب رح يباركك. ربي يقويك. آمين.